يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يسود طقس بارد في أول الليل شديد البرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء. وفيما يلي مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن الجمهورية، ونبدأها بالقاهرة. القاهرة العظمى 23-13، الإسكندرية 21-12، مطروح 19-10، بورسعيد 21-14، أما الإسماعيلية ف 24-12. وننتقل إلى السويس. السويس العظمى 23، الصغرى 13، العريش 21-11، طابة 20-13، شرم الشيخ 26-16، والغردقة 25-16. ونذهب إلى الأقصر. الأقصر العظمى 28 والصغرى 12، أسوان 29-14، الوادي الجديد 27-9، شلاتين 27-18، وأخيرا حلايب 25-18. والآن نستعرض معكم مشاهدينا بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.